السلام عليكم ورحمة الله. الزول في اللون. العداء للمغرب عاد يخلي الناس تتغابى وتطلق أي حاجة اللي جات يطلقوها هات برك نحر. وفي إحدى الحصص التلفزية لإحدى قنوات العار نشوفوا واحد من صحافة بودورو وكأنه حكم سراق. يعني الشيء اللي حاصل في الجزائر والجرائم التي تقترف فيها العصابة ما شافهاش وعمره ما تكلم عليها هذا الصحفي هذايا، ولكن جاء عند الأمين العام لحزب التحرير الوطني ويحاسب فيه. قال نتايا ما انتقدتش المغرب، هذه جريمة. وبعد الاخر يقولوا اواه انا انتقدت اكثر من الاخرين وقبل الاخرين. شو مزايده، شكون ينتقد المغرب اكثر من الاخر؟ شوف والله يعني عمرها ما صارت هذه. ولكن وين رايحين؟ حاجه اخرى، الجريمه ارتكبها هذا ابو الفضل الامين العام تاع جبهه التحرير. اسمعوا قوي قيلت كثير انه ابو الفضل البعجي لم يكن ينتقد المخزن المغربي لعلاقات خاصة عنده مع المخزن. راك تضحك. لا هو على باله. لا معلش، اولا انا ما عنديش علاقة خاصة بالمخزن. نعم. ثانيا وعندك ما عندكم انا حوست. لا لو سألت لو سألتني كنت ندير لك حوصلة تشوف بلي اكبر حزب مع احترامي للزملاء الحزب كامل انتقدوا اكبر امين عام انتقد المخزن وبكلمات قوية وجبت. سمعتوا؟ اليوم انتبهوا شكون انتقد المغرب اكثر من الاخر، وشكون استعمل كلمات اكثر قسى. ولكنه هذا ولد الحرام هذا يا باجي ابو الفضل عمره ما تكلم على نهب خيرات الشعب الجزائري، الوضع الحالي اللي تعيش فيه الجزائر والشعب الجزائري، نقص في المياه، انعدام السيولة المالية في وقت من الأوقات عندها ما عندهاش مدة، ما كاش الزيت، ما كاش البطاطا، ما كاش هادو عمر ما تكلم عليهم، ولكن يجي ينتقد. قال لك ما كاش ينتقد كيف انتقد واش راه صاير في البلاد، العصابة اللي راهي مشية البلاد يا ولد الحرام. انتايا قادرين غدو يحطوك في الحبس كيما حطوا اللي سبقوك في الأمانة العامة لحزب التحرير. واحد هارب سعيدان وزوج في الحبس، واحد كان دخل مازالو في الحبس جمال بن عباس، واحد دخل الحبس وخرج هو محمد الجميعي. شوفوا هذا جبهة التحرير وصلت، شو جبهة التحرير وصلت وجاي يحل فمه. زيدوا نسمعوا ناسيو درك واش كيقولوا علاقة خاصة، يقولوا ما عنديش هكذا، وضحك ضحكة صفراء وتزعزع السيد. اسمعوا شنو العلاقة الخاصة. التحرير الوطني وانا اتكلم عن المظاهرات، انا منذ شهر ونصف السياسي الوحيد اللي دعا الشعب المغربي للانتفاضه هو الامين العام لجبهه التحرير الوطني. ما شاء الله ما شاء الله، الحاج الامين العام الوحيد حزب سياسي اللي دعا الشعب المغربي باش ينتفض، بارك الله فيه. بابا بابا با ديك القوه يا، وعلاش ما دعيت الشعب الجزائري باش ينتفض امام القمع اللي راه يعيش فيه؟ وعلاش ما شاركش في الحراك عامين والحراك والشعب برا يطالب من العصابه الرحيل، وانت وين كنت يا ابو الفضل يا ولد الحرام؟ قولها لك ولد حرام ونص. حشمش جاي لدوله اجنبيه حتى وين كانت شقيقة، وين كان دولة أخت، وين كان شعب واحد، تايا في دارك مخروبة فاسع الساحة الدولية تاخذوا في الكفوف يومين، شعب حارق بعشرات الآلاف، بعشرات الآلاف شعب حارق هارب من الجنة، جنة الجزائر جنة حولها الجهنم. يا ولد الحرام ما قلت الشعب الجزائري ينتفض بصفتك حزب سياسي؟ قال له انا الوحيد اللي طلبت، الاول اللي طلب من الشعب المغربي ينتفض. ها سمعك الشعب المغربي عاش تنتفض ليك انت؟
انه في المغرب كانت ديمقراطيه اكثر من الجزائر، حتى وين ما كانش يعني الحريه كما نشوفها في الغرب، ولكن خير من الجزائر. ما شفناش الناس يخطفوا فيهم الطريق، ما شفناش الناس يجوا في الليل يدوهم لانه اكتب في الفيسبوك. روح دير حساب شحال كاين من ساجين راي في الجزائر وشحال من ساجين راي في المغرب. ونقول الكلام ليس دفاعا عن المغرب، المغرب ماهوش محتاج ليا انا باش يدافع، دافع عليه، عنده فوق 60 مليون 40 مليون مغربي قادر يدافع عليه. الاولى مانيش محتاج انا باش دافع عن المغرب، الحمد لله لاباس عليا، واش راح ندي من عند المغرب؟ حتى يقول لك واش راح ندي؟ قال يمولوا لي قناه التلفزيون، ما يمولونيش معش قناه التلفزيون. ونهار اللي درتها ما جانيش دور واحد اشار من عند شركات مغربيه، بورتون كانت قناه مغاربيه. والاعلام المغربي غالق الباب في وجهي مثل الاعلام الجزائري الوحيد، يعني الوسيله الاعلاميه الوحيده هي يوميه لوبينيون. مؤخرا فتحوا لي الباب وقبلوا مني الانتقاد للنظام المغربي، بعكس صحافه بودرو اللي ما تقبلش تستدعيني وما تجرأش تستدعيني نتكلم سواء في الصحافه المكتوبه او الصحافه المرئيه، لانهم يخافوا نزعج ولاد الحرام اللي حاكمين فيهم. البوال هذاك تاع دروبي وششابو السكران والسكارجي هذاك، فوالا يخافوا. وبورتون انا لو نتكلم ماشي راح نقول لهم دروبي وششابو، لا سيدي خلينا نتكلموا برك كيما بغيتو نتوما. يخافوا ما يقبلوش. والمظاهرات نفس الشيء، روحوا نظموا، هيا انت يا ولد الحرام يا في يا ابو الفضل، روح خرج المناظر تعجب تحق الارواح ونديروا مظاهره تنديدا بالتطبيع في المغرب. انت تقول الشعب المغربي، انت خرج الشعب الجزائري، ما يخلوكش تخرجوا لانهم يخافوا تنقلب عليهم الايه، خافوا تنقلب عليهم الايه. ادعي الشعب الجزائري يخرج يندد بالتطبيع المغربي الاسرائيلي، واذا قدرت ما يخلوكش ولد حرام. ها تجي انت تشوف بعين وحده. زيدوا نسمعوا لا سويت تاعو درك باش نجيو للمسقي. هذه موثقة ما عندي حتى انا. مشيت في اطار الدولة بعثتني الى المغرب. لما نقول الدولة بعثتني المغرب، ايوا ها سمعوا هنا راهو جاي للمسقي. قال لك كي نقول الدولة بعثتني المغرب اللي يفهم راه يفهم، يعني هذا باش راح يدرس في المغرب بعثوه المخابرات. هذا شيء معروف في الجزائر، ما تقدرش تاخذ منحة تدرس في الخارج لو كان ما يبعثوكش، لو كانش عندك خيط صحيح، واللي ما عندش خيط صحيح يلزمو يخدم زفاف في المخابرات. هذا زفاف سينامون كما هو زفاف، ما يسيبش روحو على راس حزب جبهة التحرير اللي أسسو بن مهيدي وعبان وديدوش والرجالة الفحا والفحولة. لو هادو يخرجوا من قبورهم ويسيبوا هذا النذل هدايا على راس جبهة التحرير الوطني لا ينتحر، الله لا ينتحروا. ضحاو باش يجي واحد كيما هذا على راس جبهة التحرير الوطني، معروف زفاف. قالوا لي يفهم يفهم، لا لا قولها ديريكت، هاني شفتك راني فضحتك. هاي كملوا لا سويت. اللي يفهم راه يفهم. انا مشيت تم كنت كطالب وكإطار في الأمانة العامة للاتحاد المغربي منظمة دولية. قال لك إطار في المنظمة الدولية الاتحاد العام بتدخل من الجزائر، يعني ماشي انتخبوه هذا حطوه. شوف يفضح في روحه، غبي قاعد يفضح في روحه. ها زيدوا سمعوا ناسويت. بتدخل من الجزائر في الكوطة الجزائرية باش هذه علامات مذهبية الناس يفهموها. نعم وضح انا واش تقصد بعثة. نعم واش يعني رحت انا كبعثة رسمية؟ بعثة رسمية ما رحتش وحدي والله، كون عشت تما ثاني. انا نعرف الشعب المغربي، الشعب المغربي شعب قومي اكيد، عنده مبادئ وعنده قيم، ما راحش يسكت على هذا الامر.
وعنده مواقف وما والمشكل يحب الشعب الجزائري ويحب الشعب الجزائري ويحب الجزائر ويحب الجزائر وحنا زي نحترموه. انا المساله اني انا كنت عايش تم تزوجت من ثم ونعطيكم اول مره سلم. من قبل قال ما عشت تم مشيت في وفد رسمي ومن بعد يقول انا عشت تم وتزوجت برنامج تاعك. انا زوجتي مغربيه لكن اصلها من عين شاف كيما زوجتي مغربيه ولكن اصلها من هذا يحوس باش يقول بلي اصلها جزائري لانها جريمه انه تزوج بمغربيه. ولانه اللي يتزوج بمغربيه عامل المخزن اوتوماتيكمون عند الاغبياء هكذا اللي يتزوج بمغربيه عامل المخزن هاي. يعني الناس شوفوا وين وصلوا. علاش ما تقولش باللي زوجتي راني رديتها عامله للمخابرات الجزائريه؟ عندهم عقده من مخزن هذا المخزن معتبرين كلمه مخزن وكانها شتيمه وهي كلمه مخزن ما هي شتيمه. في المغرب يقول لك هذاك مخازني انا نورمال يخدم في المخزن يعني يخدم في وزاره الداخليه. وزاره الداخليه شغل لي سيرفيس فرونسي هيا باش الناس تفهم. المخابرات الفرنسيه كانوا يتكلموا عليها يقولوا لا بيسين لانها كانت قرب اون بيسين يقولوا على لا بيسين انا رايح لا بيسين او رايح لا. الفرنسيين كيتكلموا في بعضهم. نفس الشيء في المغرب يقول لك المخزن يعني وزاره الداخليه. هاي ديك الحكايه وهذو ما همش فاهمين يقولوا فيها عن بالهم شتيمه كيما كيقولوا على اسرائيل الكيان الصهيوني وكانها شتيمه. لا الكيان الصهيوني يعني هذا الكيان اون اونتيتي نورمال دوله صهيونيه. يعني هذه الصهيونيه هذه ايديولوجيه فكر نسبه لجبل صهيون نسبه لجبل صهيون. ما هي تصيب اسرائيل يقول لك ماشي صهيونيست انا صهيوني يقول لك لانه يامن بالفكر الصهيوني. ما هي شتيمه بالنسبه لبعض الاغبياء في الجزائر عن بالهم كيقولوا صهيوني تسمى وسبوا خي اغبياء يا اخي سبحان الله العلي العظيم. نسمعوا مناقشه مع سيدي قاعد يحوس على الاصل تاع زوجته منين. لا 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 نعم يقول انه كاين روابط اخويه ما بين الشعبين المغربيين. لا 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 نعين الحوت نعين الحوت بيت الانسان اونسا اونسا صرا له مشاكل امين. نعم امين مره نسى تاريخ الميلاد. لا لا هو اللي معروف. لا نعطيك المنطقه اسم المنطقه البلديه اللي اصلها زوجه العائله نتاعي ولكن انا زو هذه عائله من الشعب المغربي هذه خوتنا. نعم المشكل لماذا نعطيك مثال مثلا مصالح حاج زعيم الوطنيه هو اللي اول من نادى استقلال الجزائر. بون في الثوره كان عنده مشكل لكن زعيم السيد عادي يحب يرد لنا يرد روحه هو مصالي حاج يعني يوم مصالي حاج من تلمسان وزوجته اصلا من تلمسان والاخرى قالت له كاين روابط اخويه وكذا وين راهو المشكل. السيد كل اللي حكموه متلبس بجريمه لانه متزوج بمغربيه. شوف هذيك العقليه والاخر قال له دوك العشيه يصراو له مشاكل. ايه متحير في عزل درك هذايا شوفوا ما يدورش عليه العام يطبقوه ما يدورش عليه العام يطبقوه يقولوا زوجتك عامله تاع المخزن وانتك عامل تاع المخزن. يا هكذا مدايرين عند شوف ما كان الا العامين اللي يشوف الناس عملاء والخاين يشوف الناس خونه لان كل واحد يحكم على الاخرين من خلال نفسه. واحد سكران يشوف ناس كاع سكاره، واحد مسطول يشوف ناس كاع مسطولين، واحد ماهوش اهل ثقه ما يديرش ثقه في الناس، لانه هو ماهوش تاع ثقه. ما يقدرش يدير ثقه في الناس، دونك هذاك عمرك ما دير فيه ثقه. دونك هذه كل واحد يحكم على الاخرين من خلال نفسه، الرخيص يشوف ناس كاع رخاص، والفحل يشوف ناس كاع فحوله. والخاين شوف ناس كاع خوانا والصحيح شوف ناس كاع صحاح. ربي يقدر خير بلادنا ويبعد عليها ولاد الحرام مثل هذا الرخيص هذايا تاع ابو الفضل هذايا ابو الفضل. لان حرد بون يفوق شوفوا اصله منين هذا ابو هذا ابو
تفضل برينو كي ني با الجيريان تقولوا له فيها نجو نتكلموا معاه بالمنطق ديالو ها نتكلموا بالمنطق ديالو ديال الانداد اللي راهم دايرين به. ربي يقدر خير لبلادنا والسلام عليكم ورحمه. Shut up!